تفاصيل جديدة كشفتها صحيفة تيليجراف عن مقترح تطبيق الكارت الأزرق في كرة القدم. الكارت الأزرق هي عقوبة جديدة للاعب اللي بيرتكب خطأ متعمد أو بيعترض على الحكم، وبيكون عقوبتها الاستبعاد لمدة 10 دقايق. وهنا تم طرح السؤال، إيه العمل لو حارس المرمى هو اللي خد كارت أزرق؟ صحيفة تيليجراف كشفت عن المقترح اللي قدمه إيفاب، مجلس تطوير كرة القدم للفيفا، وقال إن الفريق هيكون قدامه خيارين في الحالة دي. الأول إن واحد من لاعبي الفريق يقف حارس مرمى بشكل مؤقت لمدة 10 دقايق حتى انتهاء وقت الاستبعاد، ويرجع بعدها الحارس مكانه. الحل الثاني وهو إن الفريق يجري تبديل بنزول الحارس البديل مكان لاعب في الفريق، وبعد مرور العشر دقايق المفروض إن حارس المرمى المستبعد هيرجع الملعب. في الوقت ده يعمل الفريق تبديل تاني بنزول لعيب مكان الحارس اللي خد كارت أزرق، ويبقى كده تمن الكارت الأزرق إنك تكون مجبر على إجراء تبديلين، وده علشان تتفادى خطر إن لاعب هو اللي يقف حارس مرمى لمدة 10 دقايق. تفتكر ممكن مين أكتر لاعب يقدر يكون حارس مرمى علشان تهرب من إجراء تبديلين؟